سيداتي سادتي، برحب بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم مسافة وعلامة. حياة الإنسان رحلة سفر دايمة، حسابها مش بالكيلومترات لكن بالسنوات. بنقابل فيها علامات تمام زي علامات المرور، يعني نضطر نقف أو نلف أو تصادفنا منحنيات. العلامات دي جوه كل واحد منا، وهو بس اللي بيحس بيها لما بيدرك اللي حواليه، ولما بيبقى عارف نفسه وحاسب إمكانياته على طول يشوف العلامة اللي مرة تقول له احترس أو ممنوع الدخول، أو مرة تانية تقول له الاتجاه إجباري أو الطريق مقفول أو المرور في اتجاهين. العلامات دي علامات دولية هدفها تنظيم حركة المرور وتوفير الأمان. طب يا ترى العلامات دي في مسيرة حياة ضيوفنا لها معنى ودلالة؟ تعالوا نشوف. يسعدنا أن تكون معنا الفنانة الأستاذة إسعاد يونس. أهلا بك يا إسعاد. أهلا وسهلا. إسعاد، علامات المرور علامات مكتوبة على لافتات، علامات أرضية، علامات إشارات بنديها إحنا، أو إشارات بيعملها رجل المرور أو إشارة المرور. العلامات بيكون فيها علامات تحذيرية أو اللي هي التحذيرية والممنوعات والإرشادية والأوامر والإشارة، طبعا الأحمر والأصفر والأخضر. وادي الإشارة الخضراء اهي بتقول لنا ابدأوا مسيرة الحوار. تسمح لنا؟ اتفضلي. نشوف أول إشارة. الإشارة الأولى دي علامة إرشادية اتجاه واحد. فنانة إسعاد يونس، بعد قصص النجاح، بعض قصص النجاح اللي بنسمع عنها بيكون أصحابها اختاروا اتجاههم ولقوا فيه معنى حياتهم من بداية العمر، وبعدهم جرب أكتر من اتجاه. إمتى ظهرت في حياتك علامة اتجاه واحد، ويا ترى اخترتيه ولا اخترتي أكتر من اتجاه؟ هي علامة اتجاه واحد متهيألي بتكون موجودة من الأصل، بس عليك إنك يا تمشي وراها يا تغامري وتاخدي الاتجاهين أو عدة الاتجاهات يعني. فأنا من وأنا صغيرة ما كنتش مؤمنة بالاتجاه الواحد، يعني ما كنتش متخيلة إن أنا هطلع حاجة واحدة وهذاكر حاجة واحدة وهعيش طول عمري بعمل حاجة واحدة. وده بان من أنشطتي وأنا صغيرة، إن أنا ما بعملش حاجة واحدة وما بكملش بقى. يعني مثلا في المدرسة أكتر من نشاط، في الجامعة أكتر من نشاط. تكلمينا عشان نعرف أكتر. يعني أروح المدرسة وأذاكر وأنجح، ده الاتجاه الواحد، لكن جنبه أعمل حاجات كتيرة بقى، أقرأ وأكتب وأنزل أروح النادي وأصاحب العيال ونام، مش عارف أروح تجديف وأروح أركب عجل وألعب كرة قدم وحاجات زي كده. أحب المزيكا، ألعب تومبا، ألعب بونجوز، يعني أعمل وأتخيل نفسي عازفة تومبا فجأة مثلا، وأعيش في المود ده مثلا، أطبل على البوفيه بتاع السفرة أساس إن أنا عازفة تومبا يعني، أو إن أنا واحدة عضوة من فرقة الخنافس مثلا وأنا صغيرة أوي، كانت الخنافس دي حاجة طبعا. وهكذا يعني. عرفت إن أنا هكون متشعبة من صغري، لأني كنت بروح حاجات كتيرة قوي، بس كان العيب إن أنا ما أوصلش للآخر في حاجة فيها يعني، متكمليش، لا هاي بسرعة. دي علامة ممنوعات، ممنوع الدخول. في أي مرحلة من حياتك ظهرت علامة ممنوع الدخول، وكان الفضول عندك قوي جدا وقررتي إنك تدخلي ودخلتي، واعتبرتي دخولك ده وقتها جراءة ولا اندفاع؟ يعني طبعا هي علامة ممنوع الدخول مستفزة ومع اني انا بحب امشي حسب القانون يعني من وانا صغيره برضو ما كنتش احب اكسر القواعد كتير، لا ملتزمه ما حاجه، وما احبش ابقى شقيه، وما احبش ابقى ما احبش اسيب رد فعل وحش على الناس انه يعني مش كويسه. لكن اذا شفت اني مش مقتنعه بالعلامه واستفزت مخي وكنت وانا صغيره في المدرسه استاذن واقول انا هكسر الرول ده يعني، كنت اروح للنظره، كانت علاقتي مع النظره بتاعتي اسمها مس ليندا عوض الله يديها الصحه او يرحمها، علاقه
غريبه جدا، تاتا تات، وانا كنت في رابعه خمسه سته ابتدائي يعني، اللي هو اخبط اقول انا هكسر القاعده دي، فتقول لي ليه؟ نعم اتفضلي. فاخش فاتكلم معاها، فلما تلاقيني قد اللي بقوله كانت بتسمح لي اكسر قواعد معينه عشان استفزت مخي. طريق غير نافذ، دي علامة إرشادية. هل صادفتي في حياتك لحظات كانت فيها آمال مشرقة لتحقيق هدف وحلم كنت بتتمنيه وفجأة ظهرت قدامك علامة طريق غير نافذ وعملتي إيه؟ بس أكيد كل إنسان لازم يقابله ساعات طريق غير نافذ. اما بتبقى حاجة بقى اللي هي فعلا، أصل طريق غير نافذ دي يا اما حاجه انا اقدر اكسرها، يا اما حاجه فعلا ماليش فيها، والمسائل اللي ماليش فيها دي في الغالب بتبقى قدريه. في اشياء من عند ربنا، هو بيقول طريق مش مسموح الدخول فيه، فدي ما دام بره سلطتي وبره ايدي ما تدخلش فيه. لكن اللي بلاقي برضو ان انا قادره ان انا اكسر الحيطه واخش، بخش، ما بيفرقش معايا. هدي السرعة، دي علامة إرشادية. يقال لا يهم أن نتقدم ببطء إن كنت تتقدم أو إن كنت تتقدم. افتكري مرحلة من حياتك هديتي فيها السرعة ورغم كده وصلتي في التوقيت اللي انت عايزاه، ولا تهدئة السرعة سببت لك خسارة؟ لا لا، في مراحل كتيرة تهدئة السرعة كان مبدأ يخسرني كتير. عشان زي انا فندم، يعني زي ايه يعني؟ يعني انا مؤمنه ان الحياه صغيره جدا، وان اليوم ما بيكفيش حاجه، وان اللي انا عايزه اعرفه اكتر بكتير جدا من العمر اللي ربنا هيديهولي مهما كان طويل او قصير، يعني حسب الـ الـ الحته اللي انا واخداها، يعني المساحه اللي انا واخداها. ان شاء الله. فطول الوقت كان عندي احساس بال 24 ساعه، واحساس بان النوم الكتير بيضيع يوترني. الوقت. فذلك ما نمش بعد الظهر مثلا، يعني انام شويه اللي انامهم بالليل واختصر منهم. يمكن بدفع ثمن ده من صحتي دلوقتي، ان انا يعني فتره الشباب كلها نمت قليل جدا لاني عايزه اعرف كتير قوي. و عايزه كده حتى ماما تبحثي تقول لي انت عامله زي اللي هي بتشفط كل حاجه. بشفق ماشيه على طول عايزه اعرف، وتقول لي ودانك عامله زي البوق يعني سنترام، تلقطي اي حاجه بمتص على طول زي السفنجه يعني. فاحساسي ان الوقت ضيق بيخلي عندي سرعه، الا في الزمن اللي انا فيه دلوقتي في السواقه. دي علامة تحذيرية، طريق ضيق. تفتكري امتى ظهرت في حياتك علامة الطريق ضيق وبرضه كملتي مشوارك؟ هو دايما لما بتكوني هتتكلمي في موضوع من التابوهات، يعني اذا ناقشنا اي حاجه فيها تفتيح لجروح، فيها بوح، هنا بتحسي ان الطريق ضيق. واللي بيضيق الطريق احنا اللي بنضيقه على نفسنا، لان احنا لسه في منطقه من العالم مش متعلمين نبوح ولا نتكلم ولا نمسك المشرط العادات ونقطع في والتقاليد الجرح. بتاعتنا افندم، العادات والتقاليد بتاعتنا لسه، ولذلك عندنا مشاكل كتير تحت الجلد، محتاجين ان احنا نمزع الجلد من عليها عشان تبك. هنا بس اللي بتحس ان الطريق ضيق. ومن خلال تعاملي مع مواضيع كتير من النوع ده اكتشفت ان على فكرة احنا عندنا كتيبة من رجال ونساء الدين متنورين جدا، متفتحين السيدات جدا اللي هم طبعا، بيعلموا طبعا دراسات فقه طبعا. وشريعة وكده، متفتحات جدا، والناس دول هم اللي بيقولوا لك ان احنا بنضايق الطريق على نفسنا. يعني احنا ساعات نقفل على نفسنا الطريق قوي مع انه واسع جدا. هم عشان هم عارفين ان هم عارفين علماء فعندهم المعرفة، فبالمعرفة بتاعتهم شايفينها وحاسبين مظبوط وفاهمين اللي بيقروه اللي بيقولوه، بالظبط. انما التانيين بيضيقوا لان ما عندهوش المعرفه اللي تقويه. فانت عليكي انك تعرضي كتافك وتمشي في الطريق الضيق وتشقي. طب وفي مجال السينما ما كانش طريق ضيق؟ الطريق حاليا ضيق جدا، الطريق مش زقاق، ده عامل زي السرسوب يعني، وكلنا مزنوقين جوه السرسوب ده، وبنحاول كل واحد يزق في كتفه، وربنا يعني ينقذنا.
دي علامة إرشادية محطة بنزين. يقال إن الطاقة الإنسانية بتحتاج دايما للتجدد، يا ترى إمتى بتظهر قدامك علامة محطة بنزين يعني ضرورة تجديد طاقتك الإنسانية، وبتعملي إيه وإيه اللي بيجددها؟ بتظهر لما الاقي عوامل الاحباط زودتها شويه. يعني احنا طول الوقت بنزق في عوامل الاحباط حوالينا، على طول بتلاقي نفسك لازم تقومي لما شنطه بوقجه وطالعه تجري. انا الملجأ الاول بتاعي سينا، والملجأ الثاني اوروبا. اوروبا طبعا ظروف السفر ليها مش كده زي ما انا عايزه يعني، لكن سينا لانها جوه بلدي بهج على طول، والبحر الاحمر وشاطئ الغردقه كنز لا ينضب من الجمال والمتعة والراحة. الروح. في سبيريت جوه في البحر ده، في الله. روح تقفي تبصي يحصل لك تناسخ وترجعي تاني مشحونة جدا بحاجات جميلة جدا كتير يعني. طريق دولي، ايه حكاية السفر معاكي؟ دي طريقة طبعا علامة إرشادية. أن يكون الإنسان نشيط يعني يجدد نفسه. إمتى ظهرت قدامك علامة طريق دولي وحسيتي إنك فعلا محتاجة للسفر علشان تجددي نفسك؟ بشكل مختلف بقى عن السفر اللي فات، هو انك معلوماتك برضو، لان احنا الفنانين بنحوش كل شوية، نعمل شوية ذخيرة، نشتغل نشحن بطارية، نشتغل نفرغ حط البطارية، بنزين. لازم تحطي بنزين او تشحنيها. فاذا ما كنتيش تبصي تلاقي نفسك بتلعبي في التكرار بقى على طول. المشاهدة هي البطارية اللي الواحد بيشحنها من، مش لازم النهاردة ان انا اسافر، لان كنت زمان بسافر عشان اتفرج على مسرح وعلى وانا عايزه تلفزيون اعرف وكده. الدول اللي انت بتحبي تسافريها وتستمتعي بيها وتشوفي المجتمع اللي فيها، تعرفي لا عليه اي حته، هو انت انا اكتر برتاح في لندن، انا برتاح في لندن لان جوزي طبيعه شغله في لندن. مقسومه ما بين هنا وما بين هناك، ولان ابني اتولد هناك، ولان بنتي كانت بتتعلم هناك، ف يعني حياتي مقسومه ما بين لندن. في ناس يعني تعتبر ده نوع من التعالي، انا بروح لندن. لا 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 انا ظروف حياتي بتحتم عليا كده. ولندن الحقيقه عاصمه، يعني انا بقول عليها اكبر عاصمه عربيه في العالم، لانها جمع كل الجاليات العالم العربيه، العربي. وفيها كل ما يمكن ان تحتاجي اليه، وفيها نشاط ثقافي مرتفع القيمه جدا. مسرح هناك ايه اخبار؟ والمسرح هناك عظيم، لكن اللي عايزه اتكلم عنه الجاليات العربيه، وحاجه اسمها النادي العربي اللي هو بيجمع الجاليات العربيه، ده له نشاط سياسي واقتصادي واجتماعي في منتهى الرقي، ومحتاج ان احنا كعالم عربي في منطقتنا نلقي عليه الضوء، لانه بيساعد كتير جدا مثلا في لندن وزيه في اماكن اخرى. فده مثلا بتروحي تاخدي شحنه عبقريه من التجمعات العربيه اللي موجوده دي، والمساعدات والنادي العربي ده عامل علاقات مثلا مع اعضاء في البرلمان الانجليزي، يعني مواليين جدا للقضيه العربيه، ومحتاجين ان احنا نلقي عليهم الضوء عشان نضرب بيهم الحملات اللي المعاكسين بتحصل. حملات. يعني الحاجات دي انا بروح انبسط منها جدا. كنت بشوف تلفزيون النهارده بشوفه في مصر، الحمد لله بقى عندنا ساتلايتس وعندنا كل حاجه، فاضل المسرح، الافلام بنشوفها، الكتب بنحاول انها تجيلنا، لكن يعني ال الكوبري قصر. دي علامة تحذيرية، أخطار عامة. معروف إن اللي بينشط حياة الإنسان المعرفة والقوة، بس المهم إن إحنا نستوعب المعرفة ونوظف القوة. حضرتك تقول لنا في مشوار حياتك موقف أدركت فيه علامة التحذير، ممكن موقف شخصي، ممكن في موقف مهني يعني في الجانب المهني، أو في قضية عامة. أخطار عامة. خطر خاص بيا، خطر مهني، هو خطر يحوق بصناعة السينما، لأنه إذا ما كناش هنلحق نفسنا هتندثر هذه الصناعة، لأنها بتندثر في دول كبيرة. كتيرة وكبيرة، قلدت أمريكا فضاعت منها هويتها الفنية. فإحنا لسه عندنا عن طريق مهرجاناتنا نلحق ننقذ ما بقي من الصناعة المصرية صاحبة الهوية المصرية. والإشارة السفرة بتديني الضوء الأكثر، وعمال ينور ويبكي ويقول لي وقت البرنامج يكاد ينتهي،
وفي النهاية لا يسعني إلا أني أشكرك يا إسعاد على هذا اللقاء، بشكرك جدا. أنا اللي بشكرك جدا.